السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا في احوال جد جيده. بالنسبه للفيديوهات السابقه تعرفنا على سلاسل التمر، سلاسل الطفو، اما هذا الفيديو سوف يكون مخصص للنوع الثالث من السلاسل الجبليه الحديثه وهي سلاسل الاصطدام. اذا ماذا نقصد بظاهره الاصطدام بصفه عامه؟ ما هي الخصائص البنيويه او التكتونيه؟ ما هي الخصائص الصخريه لسلاسل الاصطدام؟ واذا كان هناك خصائص جيوفيزيائيه سوف نقوم بذكرها او التعرف عليها. اما فيما يخص السؤال الثالث، ما هي مراحل تشكل هذه السلسله الجبليه او ما هي مراحل نشوء هذه السلسله الجبليه؟ اذا بعد الفاصل سوف نتعرف على تعريف الاصطدام. إذا كانت ظاهرة التمر تعرف على أنها انغراز لصفيحة محيطية أكثر كثافة تحت صفيحة قارية أقل كثافة، وإذا كان الطفو هو طفو قشرة محيطية أو غلاف صخري محيطي فوق قشرة قارية أو غلاف صخري قاري، فماذا نقصد بالاصطدام؟ فالاصطدام هو تجاوب صفيحتين قاريتين، بمعنى من نفس النوع صفيحتين قاريتين تتجاوب. عندما أقول تتجاوب بمعنى تلتقي أو تتصادم، لذلك سميت السلسلة بسلسلة الاصطدام. يحدث تصادم أو التقاء بين صفيحتين من نفس النوع، صفيحتين قاريتين. هذا التجاوب بين صفيحتين قاريتين أكيد يحدث نتيجة حركة التقارب بين هاتين الصفيحتين، لأن دائما عندما نتحدث عن نشوء سلاسل جبلية حديثة فالحركة هي حركة تقارب بين الصفائح، إلا أن عملية التقارب بين هاتين الصفيحتين ستؤدي إلى انغلاق المحيط الذي كان يفصل بينهما. فكما قلت سابقا في الفيديوهات السابقة، جميع الصفائح صفائح لا تعتبر صفائح قارية 100%، بمعنى لا نجد فيها القشرة القارية فقط، بل نجد أيضا القشرة المحيطية، وبين صفيحة قارية وصفيحة قارية أخرى يجب أن نجد محيطا يفصل بين هاتين القارتين أو بين هاتين الصفيحتين. وبالتالي عندما يتم تجاوب أو التقاء أو تصادم هاتين الصفيحتين، فالمحيط الذي كان يفصل بين هاتين الصفيحتين القاريتين أو الغلافين الصخريين القاريين يجب أن يختفي أو ينغلق لكي يتم التجاوب والتصادم 100% بين صفيحتين قاريتين. إذا ذاك المحيط الذي كان يفصل هاتين الصفيحتين يجب أن ينغلق أو نقول يختفي. إذا ماذا يحدث لذاك المحيط الذي كان يفصل الصفيحتين القاريتين؟ هو اللي غادي نتعرفوا عليه بشكل مفصل في مراحل التشكل أو النشوء. إذا بصفة عامة غادي نلخص لكم التعريف. الاصطدام هو تجاوب بين غلافين صخريين، وهذا يعني اختفاء أو انغلاق المحيط الذي كان يفصل بينهما. هذا يتم نتيجة حركة التقارب بين هاتين الصفيحتين. إذا هذا فيما يخص تعريف ظاهرة الاصطدام بصفة عامة. سوف نقوم بتحويل هذا التعريف إلى رسم مبسط لكي تفهموا بشكل جيد ظاهرة الاصطدام. إذا نأخذ كمثال صفيحة قارية واحد، و لدينا صفيحة قارية اثنان. ماذا كان يفصل هاتين الصفيحتين القاريتين أو هذين الغلافين الصخريين القاريين أو هاتين القارتين؟ كان يفصلهما محيط أو نقول بحر، كان يفصلهما محيط. هذا المحيط يجب أن يختفي تماما أو ينغلق تماما لكي يتم التجاوب بين هاتين الصفيحتين. إذا عن طريق التقارب أو القوى الانضغاطية لحركة التقارب أو تكتونية الصفائح يتم تقارب هاتين الصفيحتين لدرجة أن التقارب قد يسبب لنا تصادما أو تجاوبا بين الصفيحتين. نفترض أن صفيحة هذه اثنان وصفيحة اثنان تزحفان باتجاه بعضهما البعض، تالي غادي ناخذ رسم ثاني مثلا، ها هي الصفيحة الثانية وهذه عندي الصفيحة الأولى. لكي يتم التجاوب
أو التقاء أو تصادم بين صفيحة وصفيحة أخرى، يجب أن يختفي ماذا؟ أن يختفي المحيط الذي كان يفصل بينهما. ما الذي يحدث لهذا المحيط؟ سبق وأن تعرفنا في ظاهرة التمر على أن المحيط يتم أو الغلاف الصخري المحيطي يتم انغرازه تحت الغلاف الصخري القاري. في ظاهرة الطفو تعرفنا على أن الغلاف الصخري المحيطي قد يطفو على الغلاف الصخري القاري، وهي ظاهرة استثنائية بالنسبة للطفو. في الحالة هذه اللي عندنا ديال سلاسل الاصطدام، لكي يتم تصادم يجب أن يختفي هذا المحيط. كيف سيتم اختفاء هذا المحيط؟ إما أن هذا المحيط الذي كان يفصل هاتين الصفيحتين القاريتين، إما تم تمره نهائيا تحت صفيحة أخرى، بمعنى مثلا لخدنا الغلاف الصخري المحيطي لهذه الصفيحة، إذا انغرز سوف يطمر تحت هذه الصفيحة الثانية، يا إما يتعرض لظاهرة التمر ويطمر نهائيا فيحصل تجابه بين هاتين الصفيحتين القاريتين، يا إما يحدث طفوه فوق الصفيحة الثانية. إذا في جميع الحالات سلسلة الاصطدام سوف يدمج فيها أو تدمج فيها ظاهرة التمر وظاهرة الطفو، لأن ظاهرتي التمر والطفو تعتبران ظواهر تمهيدية بالنسبة لتشكل سلاسل الاصطدام. من هنا يمكن أن نستنتج على أن ظاهرة الاصطدام قد تكون مسبوقة بظاهرة التمر وقد تكون مسبوقة بظاهرة الطفو. ما الفرق بين الاصطدام المسبوق بظاهرة التمر والاصطدام المسبوق بظاهرة الطفو؟ إذن بالنسبة لسلاسل الاصطدام المسبوقة بظاهرة التمر، كيف نتعرف عليها أو ما هي الدلائل التي تدل على أن هذه السلسلة الجبلية اللي هي سلسلة الاصطدام مسبوقة بظاهرة التمر؟ من بين الدلائل التي تدل على أن سلاسل الاصطدام مسبوقة بظاهرة التمر هي وجود قشرة محيطية تنغرز تحت، بمعنى القشرة المحيطية لهذا المحيط، المحيط الذي كان يفصل بين الصفيحتين القاريتين، وجود القشرة المحيطية لهذا المحيط وجودها أسفل الصفيحتين، يعني معنيت أن حدث تمر لهذا المحيط أو للقشرة المحيطية أو الغلاف الصخري المحيط. إذا وجدت القشرة المحيطية للمحيط الذي كان يفصل الصفيحتين القاريتين، إذا وجد منغرزا تحت هاتين الصفيحتين القاريتين، معنى أن سلسلة الاصطدام كانت مسبوقة بالتمر. هناك دلائل أخرى، سبق أن تعرفنا على سلاسل التمر، تعرفنا على الخاصيات البنيوية، الخاصيات الصخرية، الخاصيات الجيوفيزيائية لظاهرة التمر. هذه الخصائص المتعلقة بظاهرة التمر إذا وجدت بالنسبة لسلاسل الاصطدام فهي أيضا تدل على وجود ظاهرة التمر تسبق الاصطدام. شنو هي هذه الخاصيات التي تعرفنا عليها سابقا؟ بمعنى إذا وجدنا في سلسلة الاصطدام الأنديزيتيا البركانية، لأنها تعتبر من الخصائص الصخرية بالنسبة لسلاسل التمر أو بالنسبة لظاهرة التمر، إذا وجدنا بؤر زلزالية، إذا وجدنا البركانية رغم أن البركانية لا تكون عنيفة بالنسبة لسلاسل الاصطدام، ولكن إذا وجدنا بعض الخصائص المتعلقة بظاهرة التمر إذا وجدناها في سلسلة الاصطدام فهي تدل على أن هذا الاصطدام كان مسبوقا بتمر. نفس الشيء إذا وجدنا مثلا وجود صخور ديال الكرانوديوريت، البركانية الأنديزيتية، موشور التضخم، هذه كلها دلائل. إذا وجدنا مثلا صهارة، وجود نشاط صهاري قديم، هذه كلها تدل على أن هناك ظاهرة تمر تسبق الاصطدام، وبالتالي راه تم فعلا انغراز القشرة المحيطية لهذا المحيط الذي كان يفصل الصفيحتين، تم انغرازه تحت هاتين الصفيحتين القاريتين، وبالتالي نتحدث عن سلاسل اصطدام مسبوقة بالتمر. نمر الآن إلى التعرف على بعض الدلائل التي تدل على أن سلسلة الاصطدام مسبوقة بالطفو. مسبوقة بالطفو، ما معنى الطفو؟ يعني تم طفو جزء من القشرة المحيطية، تم طفوها فوق الجزء القاري. لكن بالنسبة لسلاسل الاصطدام الطفو كيكون فقط طفو ديال جزء من القشرة المحيطية لذاك المحيط الذي كان يفصل الصفيحتين القاريتين، يتم طفوه وانحباسه بين الصفيحتين القاريتين. يعني مثلا إلى مثلنا هنايا
الصفيحة الثانية، هذه الصفيحة مثلا القارية الأولى. لاحظت عندما يتم التقارب والزحف بين الصفيحتين بفعل القوى التكتونية أو القوى الانضغاطية التي تأتي نتيجة حركة التقارب أو تكتونية الصفائح، فعندما يتم التقاء هاتين الصفيحتين القاريتين، فبين الصفيحتين القاريتين أو بين القشرتين القاريتين نجد انحباس جزء من القشرة المحيطية. إذا ما كيكونش عندي واحد طفو على مسافات كبيرة على القشرة القارية، طفو للقشرة المحيطية، ولكن كيكون عندي فقط غير جزء من القشرة المحيطية هو الذي يطفو، وهذا الجزء هذا الذي يطفو لا يطفو على مساحات أو على مساحات شاسعة، بل يكون منحصر ومحبوس أو سجين بين القشرتين القاريتين أو صفيحتي القاريتين. فهذا يدل على أن لدينا طفو أو ظاهرة الطفو قد سبقت ظاهرة الاصطدام. الجزء من القشرة المحيطية الذي نجده محبوس أو منحصر أو مسجون بين القشرتين القاريتين المتصادمتين أو المتجابهتين نسميه بالخياطة الأوفيوليتية. خياطة الأوفيوليتية. سبق لنا وتعرفنا على مركب ديال الأوفيوليت بالنسبة لسلاسل الطفو. وجدنا في جبال عمان أن وجدنا مركب ديال الأوفيوليت ينتشر على مساحات شاسعة بالنسبة لسلسلة الطفو، وهذا وجود هذا المركب الأوفيوليتي هو اللي كان دليل على وجود ظاهرة ديال الطفو، لأن مركب الأوفيوليتي سبق لنا وشفنا الخصائص ديالو. المركب الأوفيوليتي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة. مركب الأوفيوليتي عبارة عن مجموعة من الصخور، مجموعة من الصخور الصهارية التي هي صخور تخص القشرة المحيطية أو الغلاف الصخري المحيطي. إذا وجود الأوفيوليت أو الخياطة الأوفيوليتية تدل على أن عندي طفو لقشرة محيطية، لأن المركب الأوفيوليتي يضم صخورا صهارية تعتبر صخور تشكل الغلاف الصخري المحيطي أو القشرة المحيطية، ووجود هذه الخياطة الأوفيوليتية تدل على أن عندي طفو لجزء من القشرة المحيطية، لأن وجدنا هنايا مركب الأوفيوليت محصور ما بين هاتين الصفيحتين القاريتين أو القشرتين القاريتين. غير هي خصكم تفرقوا ما بين الأوفيوليت اللي كان وجدوه في سلاسل ديال الطفو والأوفيوليت اللي كان وجدوه في سلاسل الاصطدام. وجود الأوفيوليت منحصر ما بين صفيحتين قاريتين كيدل على أن ظاهرة الطفو سبقت ظاهرة الاصطدام، ولكن الأوفيوليت الذي نجده منحصر بين صفيحتين قاريتين هو أوفيوليت اللي كتكون نسبة ديالو ضعيفة، بمعنى كان وجد واحد الكمية قليلة من الأوفيوليت كنسميوها بخياطة أوفيوليتية، جزء من القشرة المحيطية المنحصر بين غلافين صخريين قاريين أو بين صفيحتين قاريتين. لكن بالنسبة لسلاسل الطفو فاحنا كنوجدوا الأوفيوليت يستسطح على مسافات اللي كتكون شاسعة وكبيرة، يعني تقدر بمئات الكيلومترات، هادشي راه تعرفنا عليه بالنسبة لسلسلة الطفو. أما في سلسلة الاصطدام فالأوفيوليت كيكون بنسبة فقط ضعيفة ويكون منحصر بين قشرتين قاريتين أو صفيحتين قاريتين. أما بالنسبة لسلاسل الطفو فكيكون عندنا الأوفيوليت على مساحات شاسعة ولا يكون منحصر بين غلافين صخريين قاريين أو صفيحتين قاريتين، بل يكون الأوفيوليت يطفو فوق قشرة قارية، يطفو فوق قشرة قارية. أما هنا فكيكون عندنا محصور أو مسجون أو محبوس بين قشرتين قاريتين. هذا هو الفرق ما بين الأوفيوليت اللي كنوجدوه في سلاسل الطفو والأوفيوليت اللي كنوجدوه في سلاسل الاصطدام. إذا في الامتحانات الوطنية ملي كيعطيوني وثائق مقطع جيولوجي خريطة جيولوجية كيعطيوني معطيات حول سلسلة معينة، فإذا كانت عندي سلسلة الاصطدام بغيت نعرف واش هي مسبوقة بتمر أو مسبوقة بطفو، فأنا غادي نعتمد على نفس الخصائص اللي شفتها بالنسبة لسلسلة الطفو بالنسبة لسلسلة التمر. إذا توفرت الخصائص اللي أنا شفتها في سلسلة التمر توفرت في سلسلة الاصطدام فأكيد غتكون عندي سلسلة اصطدام مسبوقة بتمر، وإذا توفرت الخصائص اللي تعرفت عليها بالنسبة لسلسلة الطفو إذا توفرت سلسلة الاصطدام معناتها أنا غادي تكون عندنا مسبوقة بطفوين مع بعض الاختلافات البسيطة. إذا في الامتحانات الوطنية ملي كيعطيوني وثائق
مقطع جيولوجي، خريطة جيولوجية، كيعطيوني معطيات حول سلسلة، حول سلسلة معينة. فإذا كانت عندي سلسلة الاصطدام بغيت نعرف واش هي مسبوقة بتمر أو مسبوقة بطفو، فأنا غادي نعتمد على نفس الخصائص اللي شفتها بالنسبة لسلسلة الطفو بالنسبة لسلسلة التمر. إذا توفرت الخصائص اللي أنا شفتها في سلسلة التمر توفرت في سلسلة الاصطدام، فأكيد غتكون عندي سلسلة اصطدام مسبوقة بتمر. وإذا توفرت الخصائص اللي تعرفت عليها بالنسبة لسلسلة الطفو، إذا توفرت سلسلة الاصطدام معناتها أن غادي تكون عندنا مسبوقة بطفوين مع بعض الاختلافات البسيطة. إذا بالنسبة ل إذا كخلاصة، بالنسبة لسلسلة الاصطدام التي تكون مسبوقة بتمر لا نجد مركب الأوفيوليت، يعني ما غاديش نوجد في المعطيات اللي غتعطاني في الوثائق أن الأوفيوليت موجود. فهاد الحالة هادي غادي نقول على أن سلسلة الاصطدام هي مسبوقة بالتمر فقط. علاش؟ لأن ما عنديش الأوفيوليت، حيث الأوفيوليت هو المركب اللي تيدل على أن عندي طفو للقشرة المحيطية. طالما ما عنديش أوفيوليت مذكور في ذاك الوثيقة أو في ذاك الوثائق اللي تعطت لي، هذا يعني على أن سلسلة الاصطدام هي مسبوقة بتمر فقط، يعني تم انغراز كلي وتمر كلي للقشرة المحيطية تحت القشرتين القاريتين، يعني انغراز للقشرة المحيطية لذاك المحيط الذي كان يفصل الصفيحتين القاريتين انغرز كليا، يعني تم تمره كليا وما عنديش طفو أو انحباس، وما عنديش طفو لجزء من القشرة المحيطية وانحباسها بين القشرتين القاريتين. فهاد الحالة هذه غادي نقول على أن الاصطدام مسبوق بتمر فقط. اما اذا كانت عندي في المعطيات انحباس واحد الكتله من القشره المحيطيه وشكلت لنا ما يسمى بالخياطه الاوفيوليتيه بين القشرتين القاريتين، فاكيد غادي يكون عندي طفو. غير هي كاينه واحد الحاجه خصكم تنتبهوا ليها، راه حتى سلاسل الطفو ملي كنكونوا كنتحدثوا على نشوء ديال سلسله ديال الطفو، فراه حتى سلاسل الطفو تسبقها ظاهره التمر. كنا تعرفنا في سلسلة ديال الطفو ديال جبال عمان كان عندي ما يسمى بالتمر الضم محيطي، يعني كان عندي تمر ديال قشرة محيطية تحت قشرة محيطية. عاد من بعدها منين توقف عندنا التمر أو تم حجز التمر، عاد بدات عندنا المرحلة ديال الطفو. يعني مي كنقول اصطدام مسبوق بطفو ما تفهموش على ان عندي اصطدام مسبوق بطفو فقط، راه كيكون اصلا حتى الطفو يكون مسبوق بالتمر، يعني راه كيكون عندي تمر مسبق عاد كيجي من بعده طفو عاد كيبان عندي الاصطدام. اما بالنسبه لي تيكون مسبوق فقط بالتمر، فتيكون عندي فقط غير التمر بوحديته ديال داك القشره المحيطيه تحت هاتين الصفيحتين، وتيكون عندي التصادم كيحدث ما بين هاتين القشرتين القاريتين او صفيحتي القاريتين دون ان نحصل على خياطه اوفيوليتيه. غياب الاوفيوليت يدل على ان سلسله الاصطدام كانت مسبوقه بتمر فقط. اما وجود الاوفيوليت او الخياطه الاوفيوليتيه منحصره بين القشرتين القاريتين او صفيحتي القاريتين، فيدل على وجود طفو، وهذاك الطفو حتى هو راه كيكون اصلا مسبوق ب تمر. باش ما تفهموش راه عندي غير اصطدام تيجي قبل منه فقط طفو، راه كان تمر طفو عاد اصطدام. من بعد ما تعرفنا على مفهوم ظاهرة الاصطدام وميزنا بين الاصطدام المسبوق بتمر فقط والاصطدام المسبوق بطفو او نقول تمر وطفو معا، الان سوف نمر الى دراسة نموذج جبال الهيمالايا لكي نتعرف على خصائص جبال الهيمالايا وايضا لكي نتعرف على مراحل نشوء او تشكل هذه السلسلة الجبلية. إذن اول سؤال يمكن طرحه، اين تتموضع جبال الهيمالايا؟ كما تعلمون سلاسل الاصطدام تكون دائما بين صفيحتين قاريتين. إذن بالنسبة لجبال الهيمالايا، ما هي هاتين الصفيحتين القاريتين اللتان تحدان سلسلة جبال الهيمالايا، أو نقول ما هما هذين الغلافين الصخريين اللذان يحدان سلسلة جبال الهيمالايا؟ الهيمالايا لا تعتبر فقط السلسلة الوحيدة لسلاسل الاصطدام، بل هناك أيضا سلسلة جبال الألب ثم جبال الريف، ولكن نحن سوف نقوم بدراسة نموذج جبال الهيمالايا. إذا نمر إلى دراسة هذه الوثيقة للتعرف على تموضع سلسلة جبال الهيمالايا. إذا كما تشاهدون في هذا الشكل الأول، إذا لاحظوا معي هنا عندنا الصفيحة الهندية
أو نتحدث عن القارة الهندية. وهنا عندنا كما تشاهدون الصين، الصين تنتمي إلى الصفيحة الأورو أسيوية أو أوراسيا. إذن عندنا صفيحة أوراسيا وعندنا الصفيحة الهندية. تقارب بين الصفيحة الهندية أو القارة الهندية والصفيحة الأورو أسيوية أو أوراسيا، وهنا ممكن نتحدث على صفيحة الهند أستراليا، أو نقول القارة الهندية والقارة الأسيوية اللي من ضمنها الصين. إذن عملية ديال التقارب ديال هاتين الصفيحتين القاريتين تؤدي إلى تشكل سلسلة جبال الهيمالايا. إذن جبال الهيمالايا تتموضع بين الصفيحة الهند أستراليا والصفيحة الأورو أسيوية، أو نقول تتموضع بين القارة الهندية والقارة الأسيوية. إذن هذا فيما يخص تموضع سلسلة جبال الهيمالايا. إذن تم اختفاء المحيط الذي كان يفصل أوراسيا عن الهند أستراليا، وتم نشوء هذه السلسلة الجبلية كما تشاهدون، سلسلة جبال الهيمالايا. هنا عندنا في هذا الشكل، هذا صورة حقيقية يعني مأخوذة من الأعلى، كتمثل لي هذه السلسلة أو تبين هذه السلسلة الجبلية التي تتموضع بين الهند وآسيا. إذن دابا إلى رجعنا لذاك الرسم الأول اللي كنا مثلنا فيه صفيحتين قاريتين تتجابهان، غادي نعتبروا الصفيحة الأولى مثلا هي الصفيحة الهندية، لأننا كنتحدثوا دابا على جبال الهيمالايا. دونك صفيحتين القاريتين هي الصفيحة الهندية أو الهند أستراليا والصفيحة الأورو أسيوية أو أوراسيا. إذن ناخذ الصفيحة ديالي الأولى هي هذه، والصفيحة الثانية هي هذه. دائما عندي الحركة ديال التقارب أو تكتونية الصفائح أو القوى الانضغاطية اللي كتؤدي إلى زحف الصفيحتين باتجاه بعضهما البعض. دائما عندي هنا المحيط الذي يفصل الصفيحتين القاريتين، وهذا المحيط هو اللي كان كيشكل لنا بحر التيتيس أو محيط التيتيس. عندي هنا القشرة المحيطية لمحيط أو بحر التيتيس. إذن شنو اللي غادي يحصل بالنسبة لسلسلة جبال الهيمالايا؟ واش غادي يحصل انغراس ديال القشرة المحيطية لبحر تيتيس تحت القشرتين القاريتين، وبالتالي غادي يتم لنا تصادم وتجابه القشرتين القاريتين لصفيحتين القاريتين، أم أن ظاهرة الاصطدام في سلسلة جبال الهيمالايا تكون مسبوقة بتمر وتفوين؟ يعني أي غادي يتم تمر القشرة المحيطية تحت القشرتين القاريتين، ويتم طفو جزء من القشرة المحيطية وانحباسها بين القشرتين القاريتين. إذا هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في المراحل ديال تشكل جبال الهيمالايا. قبل ما نتعرفوا على واش عندي سلسلة الاصطدام ديال جبال الهيمالايا مسبوقة بتمر فقط أم بتمر وطفو معا، فغادي نمروا إلى المقطع الجيولوجي باش نقدروا نتعرفوا أولا على الخصائص البنيوية التكتونية الصخرية والجيوفيزيائية إذا وجدت بالنسبة لجبال الهيمالايا. إذا نمر إلى دراسة المقطع الجيولوجي لسلسلة جبال الهيمالايا لكي نقوم باستخراج المعطيات المتعلقة بالخصائص التكتونية، الخصائص الصخرية، والخصائص الجيوفيزيائية إذا وجدت في هذا المقطع الجيولوجي. الهدف من دراسة المقطع هو أننا نجاوب على السؤال اللي طرحناه، هل سلسلة جبال الهيمالايا مسبوقة بتمر فقط أم بتمر وطفو معا؟ إذا لاحظوا معي هذا المقطع الجيولوجي. مقطع جيولوجي عني من هذا الجهة، هذه هو ذاك المقطع أبي الشكل اللي شناه سابقا، يعني صفيحة الهند أستراليا والصفيحة الأورو أسيوية أو آسيا أو القارة الأسيوية. دونك هنا هذا المقطع أبي خداو على هذا المستوى هذا باش كيبينوا لنا السلسلة الجبلية، ما هي الخصائص الصخرية والتكتونية والجيوفيزيائية لهذه السلسلة الجبلية، على أساس أن النقطة أ تنتمي إلى الصفيحة الهند أستراليا، والنقطة ب من المقطع الجيولوجي تنتمي إلى الصين أو إلى الصفيحة الأورو أسيوية. إذا عندي هنا في أ أكيد غادي تكون عندي القارة الهندية أو الهند، وهنا ب غادي يكون عندي القارة الأورو أسيوية أو غادي تكون عندي آسيا. إذن واضح بالنسبة للمقطع. إذن هنا غادي تكون عندي السلسلة الجبلية ديالي اللي هي سلسلة جبال الهيمالايا. إذن لاحظوا معايا باش نقدروا نتعرفوا على هذه المعطيات، خصنا أولا نقراو المفتاح ديال هذا المقطع الجيولوجي. إذن بالنسبة للمفتاح
غادي نبدا انا من هذه الجهه. هذه عندي الاوفيوليت، عندي مركب الاوفيوليت، ها هو هنايا كيشكل ما يسمى بخياطه تسانكبو. تسانكبو هي خياطه اوفيوليتيه، يعني هالاوفيوليت عندي هنا على شكل خياطه اوفيوليتيه تسمى بخياطه تسانكبو. وجود الاوفيوليت اكيد، غير نشوف عندي اوفيوليت مذكور في المقطع الجيولوجي، فاكيد الاوفيوليت يدل على وجود ظاهره الطفو. اذا دابا بدات الامور كتوضح لنا، اذا عندي طفو، اول حاجه عندي طفو لان عندي مركب ديال الاوفيوليت او عندي هاد خياطه تسانكبو ديال الاوفيوليتيه. غادي نمشي نشوف عاوتاني المعلومه الثانيه، بلوتون جرانيتي، بلوتون جرانيتي. دونك عندي بلوتونات، بلوتونات، بلوتونات اللي هي عباره عن صخور صخريه ولكن كتكون تتبرد في العمق، يعني عندي صهاره. ملي كيكون عندي صهاره او نشاط صهاري فكنقدر يعطيني دليل على وجود التمر. غير هنا عندي بلوتونات جرانيتيه او بلوتون ديال جرانيت اللي عنده علاقه بصخور صهاريه من نوع اخر، اللي هي صخور تعرضت للتحول عاد عطاتني هاد بلوتون ديال الجرانيت. من بعد وغادي نتعرفوا بشكل ادق على هاد المعلومات هذه. دابا غير كنقراو المفتاح وكنحاولوا نخرجوا منه بعض المعطيات. عندي ايضا رواسب محيطيه، هي ممثله هنا بهاد خطوط متموجه او على شكل تموجات. اذا هاد الرواسب المحيطيه اون فوا تنوجدوها في واحد المقطع جيولوجي، وجود رواسب محيطيه في واحد المكان اللي هو قاري او في واحد سلسله جبليه اللي هي قاريه تيكون عنده واحد الدليل يدل على انغراز المحيط، وبالتالي كيدل على ظاهره ديال التمر. يعني راه كان عندنا محيط فيه رواسب محيطيه وتم انغلاق ذاك المحيط. اذا رواسب محيطيه كتميز لنا ظاهره ديال التمر، اذا وجود ديال رواسب محيطيه كتميز لنا ظاهره ديال التمر، لان هذه الرواسب المحيطيه المكان الاصلي ديالها راه كانت في المحيط. اذا راه كان عندي محيط وتم انغرازه وتم انغلاقه او اختفائه، وبالتالي راه كان عندي ظاهره ديال التمر. اذا هذه كمعلومه نقدر نخرجوها من الرواسب المحيطيه لان كتميز لنا التمر. عندنا هنا قشرة قارية مشوهة ومتحولة، عندي قشرة قارية، هاهي كتلاحظوها هنايا قشرة قارية، قشرة قارية مشوهة تعرضت لتشوهات تكتونية، تعرضت لتشوهات تكتونية ثم متحولة. شنو كنقصدو متحولة؟ بمعنى تعرضت لظاهرة التحول، يعني أن هاد القشرة هذه القارية تحت واحد الضغط كبير واحد الحرارة كبيرة تعرضت للتحول، بمعنى أن الصخور القارية اللي موجودة في هذه القشرة القارية تحت ضغط كبير وحرارة كبيرة قد تحولت تركيبتها العيدانية والمعدنية، وبالتالي أعطتنا صخورا أخرى تسمى بالصخور المتحولة. من بعد غادي نتعرفوا على الصخور المتحولة في الدرس المتعلق بالظاهرة ديال التحول. إذا وجود صخور متحولة أو قشرة قارية مشوهة وخضعت للتحول كيدل على وجود تشوهات تكتونية أو خصائص تكتونية في سلاسل الاصطدام، وكيدل على وجود ظاهرة ديال التحول لأن كيتم حدوث تغير على مستوى الضغط والحرارة، وبالتالي كنحصلوا على ما يسمى بالصخور المتحولة. مثلا بحال مثلا تشكل بلوتون جرانيتي راه تشكل نتيجة ديال ظاهرات التحول، لان هاد الصخور ديال القشره القاريه تحت واحد الضغط كبير وواحد درجه الحراره مرتفعه كيتم انصهارها، وبالتالي كتعطيني صهاره، وهذيك الصهاره عندما تتبرد في العمق فانها تعطيني بلوتون تاع الجرانيت اللي كنشوفو هنا، بلوتون ديال الجرانيت. ها هو بالنسبه لهنايا عندي الانديزيت، كتشوفوا صخره الانديزيت، الانديزيت سبق لينا شفنا الصخور تاع الانديزيت اللي كتميز لنا مناطق التمر. اذا من عباره او كلمه اونديزيت كنقدر نعرف ان السلسله هذه الجبليه مسبوقه بتمر، حيت عندي هنايا الاونديزيت، عندي تشكل ديال صخور ديال الاونديزيت، لان الصهاره الاونديزيتيه صعدت نحو السطح تبردت وعطتني الاونديزيت. اذا من هذه المعلومات اللي وجدناها في هذا المقطع الجيولوجي كنقدروا نستخلصوا على ان سلسله ديال الاصطدام هي مسبوقه بالطفو، لان عندي عناصر او عندي معطيات كدل على الطفو بحال هذه الخياطه الاوفيوليتيه او الاوفيوليت، وعندي معطيات عاوتاني كدل على ظاهره ديال التمر بحال مثلا وجود الانديزيت
وعندي ايضا دائره تاع التحول حتى هي موجوده هنايا، بحال مثلا الصخور التي تخضع للتحول. عندي ايضا التشوهات التكتونيه موجوده في هذا المقطع. اذا يمكننا استخلصون هذا المقطع الجيولوجي ان سلسله جبال الهيمالايا هي سلسله جبال مسبوقه بظاهرتي الطمر والطفو، لان الانديزيت كيكون عندي كتعتبر من الصخور اللي كتميز لنا مناطق الطمر، لان الاوفيوليت كتعتبر من الصخور اللي كتميز لنا مناطق الطفو. اذا غير هاد الجوج معلومات اونديزيت وخياطه اوفيوليتيه تخليوني نقول على ان هاد السلسله ديال الاصطدام ديال جبال الهيمالايا هي سلسله اصطدام مسبوقه بطمر وطفو معا. اذا غير من هاد جوج معلومات بلا ما نشوف كاع المعلومات كامله اللي هنا، على اساس ان هاد المعلومات حتى هي اللي موجوده هنا في المفتاح راه هي مهمه جدا، وكل معلومه راه حنايا شرحناها. قالت لنا معلومه اللي كتخص التراكبات، عندي تراكب الجبهي الرئيسي، عندي التراكب الحدود الرئيسي، وعندي التراكب المركزي الرئيسي، يعني عندي مجموعه من التراكبات. هاد التراكبات هي عباره عن ماذا؟ التراكبات هي عباره عن تشوهات تكتونيه، يعني كندخلوها ضمن الخصائص التكتونيه. تشوهات تكتونيه اللي كتكون ناتجه عن ماذا؟ عن زحف القاره الهنديه باتجاه القاره الاسيويه. هاد العمليه ديال الزحف هي اللي كتعطيني هاد التراكبات. ها كتشوفوا هاد التراكب هذا اللي هو التراكب الجبهي الرئيسي، من بعده كيجينا التراكب الحدودي، كيجينا التراكب الحدودي الرئيسي، ومن بعده تيجيني التراكب المركزي الرئيسي. اذا هذه كل مجموعه من التراكبات كتكون كتنتج لنا عن حركه ديال الزحف ديال القاره الهنديه باتجاه القاره الاسيويه. دونك هذه حركه الزحف هي اللي كتعطيني هاد التراكبات. والتراكبات ما هي الا تشوهات تكتونيه اللي غادي نتعرفوا عليها بالتفصيل مني غادي نمشيو للفقره المتعلقه بالتشوهات التكتونيه. اذا دابا الى قلت لكم هذه المعلومات كلها اللي متوفره لنا في هذا المقطع الجيولوجي، انكم تصنفوها ليا الى معلومات اللي كتخص الخصائص التكتونيه، اللي كتخص لنا الخصائص الصخريه او البتروغرافيه، واللي كتخص لنا مثلا الخصائص الجيوفيزيائيه. صنفوا ليا هذه المعلومات كلها الى خصائص تكتونيه، خصائص صخرية أو بيتروغرافية، ثم خصائص جيوفيزيائية. كيفاش غادي نقدروا نصنفوها؟ إذن بالنسبة للخصائص الصخرية كتكون واضحة وكتكون سهلة وبسيطة، لأن كنهضر على خصائص صخرية كنتحدث على نوعية الصخور التي أجدها في هاد السلسلة ديال الاصطدام اللي هي سلسلة جبال الهيمالايا. إذن أولا وجدت صخرة الأنديزيت، هيا عندكم ممثلة في هذا المقطع. ثم نقدر نوجد صخور ديال كرانوديوريت، هنا ما غير ممثله في المقطع، ولكن ممكن في مقاطع اخرى جيولوجيه غادي نوجد صخور ديال الكرانوديوريت او بلوتونات الكرانوديوريت. نفس الصهاره اللي كتعطيني الانديزيت على السطح هي نفسها اللي كتعطيني بلوتونات الكرانوديوريت في العمق، يعني ممكن نوجد بلوتونات الكرانوديوريت في العمق، نوجد صخور الانديزيت على السطح، ممكن نوجد صخور تاع الاوفيوليت. انا دابا كنهضر على الخصائص الصخريه، خصائص الصخريه او البتروغرافيه اللي كتخص منطقه الاصطدام او جبال الهيمالايا. اذا نعاود، وجود صخور الكرانوديوريت او بلوتونات الكرانوديوريت اللي هي صخور صهاريه كتنشا في العمق، وجود الانديزيت اللي هي حتى هي صخور صهاريه ولكن تتبرد على السطح او تنشا على السطح، وجود الاوفيوليت اللي حتى هو كيتعتبر من الصخور الصهاريه ولكن صخور اللي كتميز لنا القشره المحيطيه. وجود الاوفيوليت كيكون مستسطح، ولكن كيكون مستسطح على واحد المسافه صغيره جدا، ويكون محصور على مسافه صغيره جدا، ويكون محصور او محبوس او مسجون بين كتلتين قاريتين او صفيحتين قاريتين، وكيعطيني ما يسمى بخياطه أوفيوليتية. ثم عندي ما يسمى بالصخور المتحولة، هاد الصخور المتحولة اللي كتدل على وجود ظاهرة التحول، يعني عندي تغيرات في الضغط والحرارة اللي تثبت لي في وجود هاد الصخور المتحولة، بحال مثلا بلوتون الجرانيتي. بلوتون الجرانيتي كتعتبر من الصخور المتحولة. أضف إلى ذلك الرواسب المحيطية، وجود الرواسب المحيطية حتى هو كندخلوه ضمن الخصائص الصخرية. هذوك الرواسب المحيطية اللي كتدل لنا على انغلاق المحيط. نمر الآن إلى الخصائص التكتونية أو البنيوية.
خصائص تكتونيه كنقصدوا بها التشوهات التكتونيه اللي حصلت في هذه المنطقه هذه ديال الاصطدام، ونتج عنها تشكل هذه السلسله ديال جبال الهيمالايا. اذا حسب المقطع عندي نوع ديال التشوهات التكتونيه عباره عن تراكبات، تراكبات يعني هما هذه الانواع ديال التراكبات، الثلاث انواع ديال التراكبات. اذا بصفه عامه عندي التشوه التكتوني او الخاصيه التكتونيه وجود تراكبات. التراكبات هذه كما قلت لكم كتكون نتيجه ديال زحف هذه القاره الهنديه باتجاه القاره الاسيويه. ثم كنقدر نوجد في المقطع الجيولوجي كنوجد ما يسمى بالفوالق، الفوالق المعكوسه، الفوالق العاديه. من غير الفوالق المعكوسه والعاديه ومن غير التراكبات عندي ما يسمى بالطيات، الطيات ايضا تعتبر من التشوهات التكتونيه. اذا نقدر نوجد الطيات. هاد المعطيات اللي كنعطيكم سواء اللي كاينه هنا في المقطع او اللي ما كايناش، يعني مقطع اخر غادي يقدروا يعطيوك فيه طيات، يعطيوك فيه فوالق، يعطيوك فيه تراكبات، ممكن توجد فيه حتى السدائم، حتى السدائم ممكن توجدها. غير السدائم كتميز لينا مثلا جبال ديال الألب، جبال تاع الهيمالايا ما كنوجدوش فيها السدائم، كنوجدو التراكبات بشكل اكبر. ثم الان غادي نمر الى الخاصيات الجيوفيزيائيه اذا كانت عندي متوفره في المقطع. عندي الانديزيت، التشكل تاع الانديزيت كيدل على ان عندي ماذا؟ كيدل على ان عندي صهاره انديزيتيه او صهاره بركانيه، صهاره بركانيه انديزيتيه، يعني راه عندي واحد النشاط بركاني اللي هو قديم، او عندي واحد الصهاره داله على نشاط صهاري قديم، يعني راه كيدل ليا على وجود ديال التمر. إذن هذا الوجود ديال هاد الصهاره او هذا الانديزيت هذا تيدل ليا لان عندي واحد نشاط بركاني قديم، لان اصلا هذيك تعتبر صخور اللي هي بركانيه صهاريه. اذا عندي نشاط نوعا ما بركاني، غير هو داك النشاط البركاني ماشي شي نشاط بركاني بحال في المنطقه تاع التمر، لا كيكون نشاط بركاني اللي هو ضعيف، ضعيف او نادر الحدود، وبالتالي وجود هذا الانديزيت بواحد الكميه قليله على السطح كيبين ان عندي واحد الصهاره اللي هي داله على نشاط صهاري قديم. ثم البؤر الزلزاليه، البؤر الزلزاليه كتكون ضعيفه ماشي بحال المنطقه ديال التمر اللي كتكون بؤر زلزاليه عنيفه وشديده، هنا تيكون عندي بؤر زلزاليه اللي هي ضعيفه. الشدود الحراري كظاهره اللي كتميز لينا مناطق تاع التمر، لان دائما من تنقول ان سلسله اصطدام يسبقها تمر وطفو، فالخصائص المتعلقه بالتمر والطفو خصني نوجدها في هذه سلسله الاصطدام، غير هي ما غتكونش بنفس الحده، يعني البؤر الزلزاليه غتكون ضعيفه، البركانيه غادي تكون ضعيفه، ثم الشدود الحراري حتى هو غادي يكون ضعيف ماشي بنفس الدرجه اللي عندي في سلسله ديال التمر. ثم عندي ما يسمى بالوجود التحول، ظاهره ديال التحول موجوده، وظاهره التحول كنقدروا ندخلوها ضمن الخصائص الجيوفيزيائيه لان كتكون كتعلق لنا بالضغط وبالحراره، وبالتالي كندرجوها ضمن الخصائص الجيوفيزيائيه. اذا كتلخيص لما سبق، تنحصر جبال الهيمالايا بين كتلتين قاريتين متصادمتين الهند واسيا. تتميز هذه السلاسل بوجود تراكبات دي شوفوشمون وتشوهات ناتجه عن قوى انضغاطيه عرفتها منطقة التجاوب بين الكتلتين القاريتين، وجود صخور أنديزيتية وجرانيتية بالتبت أو بهضبة التبت تدل على نشاط صهاري ناتج عن ظاهرة التمر، وجود صخور الأوفيوليت وصخور رسوبية تيتيسيا موشور التضخم تدل على حدوث ظاهرة الطفو. إذن سلسلة جبال الهيمالايا مسبوقة بتمر وطفو. إلا رجعت لهذاك الرسم الأول اللي كنت رسمته لكم باش بينت لكم الصفيحتين اللي تحداني سلسلة جبال الهيمالايا، وحاولنا نبينوا ظاهرة ديال التمر وظاهرة ديال الطفو على مستوى هذا الرسم هذا التخطيطي أو التفسيري، فغادي نرجع دائما عندي هنايا الصفيحة الهندية أو الهند أستراليا أو قارة الهند، وعندي هنا القارة الآسيوية أو الصفيحة الأورو آسيوية. عندي هنا المحيط، المحيط الذي كان يفصل
الصفيحتين. عندي هنا القوى الانضغاطية أو حركة التقارب بين الصفيحتين القاريتين. عندي هنا القشرة المحيطية، لأن هذا المحيط عنده قشرة محيطية. هذه القشرة المحيطية سوف تنغرز تحت القشرة القارية لأسيا، وبالتالي كنهضروا على ظاهرة ديال التمر. عندي هنا اللي ملون باللون أزرق فاتح، كيمثل لي الرواسب المحيطية التي تعلو القشرة المحيطية. إذن هنا مثلا مثلت ظاهرة ديال التمر. قبل ما نمشي نمثل الظاهرة ديال الطفو، أشوفوا معايا القارة الهندية أين كانت في السابق. القارة الهندية في السابق كانت مجتمعة أو مرتبطة بالصفيحة الإفريقية، يعني الصفيحة الهندية كانت مرتبطة أو متجمعة مع الصفيحة الإفريقية أو تنتمي إلى الصفيحة الإفريقية. ولكن مع مرور الزمن حدثت حركة تباعد بين صفيحة الهند أستراليا وما بين الصفيحة الإفريقية. هاد الحركة ديال التباعد هادي سبق لنا وشفنا على أن حركة التباعد بين الصفائح ينتج عنها تشكل الدروة الوسط محيطية، وتشكل الدروة الوسط محيطية تؤدي إلى اتساع قعر المحيط، واتساع قعر المحيط كيعطينا دائما تجديد في القشرة المحيطية. فكل ما تجددت لنا القشرة المحيطية فكل ما هاد الصفيحة الهندية سوف تبتعد في هذا الاتجاه، والصفيحة الإفريقية سوف تبتعد إلى هذا الاتجاه. وبالتالي هاد الدروة الوسط محيطية التي تنتج هنا هي اللي غادي تساهم في زحف الصفيحة الهند أستراليا باتجاه الصفيحة الأورو أسيوية. الضغوطات التي تمارس على مستوى دروات الوسط المحيطية من الجهتين هي اللي كتساهم في الحركة ديال الزحف أو التقارب ديال هاد الصفائح. فهنا كل ما تبعدت لنا الهند عن الصفيحة الإفريقية كل ما سوف تقترب الصفيحة الهندية من الصفيحة الأورو أسيوية. وبالتالي بعد الانغراز الكلي لهذه القشرة المحيطية تحت القشرتين القاريتين لهاتين الصفيحتين القاريتين، غادي يتم طفو جزء من القشرة المحيطية، ولكن ما غاديش يكون طفو على مساحات شاسعة، وما غاديش يكون طفو على قشرة قارية، بل غادي يكون فقط غير واحد الجزء من القشرة المحيطية غادي يطفو غير جزئيا، وغادي يكون محبوس أو غادي ينحصر ما بين القشرتين القاريتين المتصادمتين أو الكتلتين القاريتين المتصادمتين. يعني في نهاية المطاف كتكون عندي الصفيحة الأولى مع الصفيحة الثانية متجابهتين أو متصادمتين، وبالتالي داك الرواسب اللي كيتشكل لي ما يسمى بموشور التضخم، وداك الموشور ديال التضخم حتى هو غادي يولي محبوس أو مسجون أو منحصر بين الكتلتين القاريتين أو الصفيحتين القاريتين. ونفس الشيء بالنسبة للمركب الأوفيوليتي أو الخياطة الأوفيوليتية، حتى هي غادي تولي منحصرة بين الكتلتين القاريتين، وبالتالي ها هي حدث لنا تجابه أو تصادم بين كتلتين قاريتين، ونتج عن هذا التجابه ظهور خياطة أوفيوليتية منحصرة بين الكتلتين القاريتين، موشور تضخم أيضا منحصر بين الكتلتين القاريتين. وبتوالي الضغوطات التكتونية غيحصل علو في الغلاف الصخري، وبالتالي غادي تظهر عندنا سلاسل جبلية ديال سلسلة الهيمالايا. غادي تشوفوا معايا التفاصيل حول مراحل تشكل سلسلة جبال الهيمالايا في الوثيقة التالية. إذا كما تلاحظون في هذا الشكل، فالهند الهند حاليا مرتبطة بالصفيحة الأورو أسيوية، وبالتالي تشكلت سلسلة جبال الهيمالايا هنا فهذه المنطقة التي تحد الصفيحة الأورو أسيوية بالصفيحة الهند أسترالية، أو نقول القارة الأسيوية بالقارة الهندية. إذا الهند حاليا هنا، وبالتالي سلسلة جبال الهيمالايا توجد هنا. قبل 71 مليون سنة فالهند كانت هنا، كانت في هذا المكان هذا، لأنه كما قلت لكم سابقا الهند كانت مرتبطة بالصفيحة الإفريقية حسب نظرية زحزحة القارات، إلا أنه حصل تباعد بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الهند أسترالية أو القارة أو الصفيحة الهندية، حصل تباعد بين الصفيحة الإفريقية والهندية.
وحركة تباعد بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الهندية ستؤدي إلى زحف هذه الصفيحة الهندية شمالاً باتجاه الصفيحة الأورو أسيوية. إذن التباعد كان كيمشي تقريباً خمسة حركة الزحف تقريباً كانت كتمشي بخمسة إلى 16 سنتيمتر في السنة. إذن كل سنة كتحرك لنا الصفيحة الهندية بخمسة سنتيمتر إلى 16 سنتيمتر باتجاه الصفيحة الأورو أسيوية، وبالتالي في ناقص 51 مليون سنة غادي نوجدوا الصفيحة الهندية وصلت إلى هذا المكان هذا، ثم غادي تكمل الزحف ديالها في ناقص 130 مليون سنة وصلت الصفيحة الهندية إلى هنا. وحاليا الصفيحة الهندية مرتبطة بالصفيحة الأورو أسيوية وسلسلة جبال الهيمالايا تتواجد هنا. بعد هذا الفاصل سوف نمر إلى مراحل تشكل أو نشوء سلسلة جبال الهيمالايا. الصفيحة الهندية أو الهند كانت مرتبطة بالصفيحة الإفريقية وبعيدة عن أوراسيا أو الصفيحة الأورو أسيوية، إلا أن الصفيحة الهندية أو الهند أسترالية ابتعدت عن الصفيحة الإفريقية بسبب حركة التباعد بين الصفيحة الهندية والصفيحة الإفريقية نظرا لوجود الدروات الوسط محيطية، بالتالي الهند زحفت شمالا باتجاه الصفيحة الأورو أسيوية فاقتربت منها وبالتالي تشكلت سلسلة جبال الهيمالايا. نتعرفوا على مراحل تشكل سلسلة جبال الهيمالايا واللي قسمناها إلى أربع مراحل. إذا المرحلة الأولى غادي نتعرفوا فيها على الأحداث الجيولوجية اللي حصلت في هذه المنطقة تاع الاصطدام، وهكذا بالتوالي غادي نتعرفوا على بقية الأحداث في المقاطع الموالية. إذا غادي نبداو، عندي الهند هنايا في الجهة، هذا المقطع كيشكل دائما نفس المقطع اللي شفناه سابقا، هذا المقطع هو دائما نفس المقطع السابق، داك المقطع أبي، لأساس أن الهند توجد في الجهة الجنوبية وشمالها يوجد فيه هاد الصفيحة الأورو أسيوية. زحفت الهند شمالا باتجاه الصفيحة الأورو أسيوية، وعند عملية زحفها أو اقترابها من الصفيحة الأورو أسيوية غادي يحدث ما يسمى بظاهرة الطمر. إذا غادي يتم ليا انغراز القشرة المحيطية، إذا كتلاحظوا معي هذه القشرة محيطية، قشرة محيطية ديال المحيط التيتيس أو بحر التيتيس الذي كان يفصل الهند عن آسيا. إذا هذا البحر ديال التيتيس أو محيط تيتيس عنده قشرة محيطية، هذه القشرة المحيطية سوف تنغرز تحت القشرة القارية لآسيا. إذا هذا السهم اللي كتلاحظوا هنا هو اللي كيبين عملية انغراز القشرة المحيطية تحت هذه القشرة القارية لآسيا. هنا عندي منشور ديال التضخم، إذا داك الرواسب البحرية ديال بحر تيتيس مع الرواسب القارية اللي كتجي من عوامل ديال الحث والتعرية ديال القشرة القارية كلها كتجمع هنا وكتعطيني ما يسمى بمنشور التضخم، وراه ديجا شرحت لكم منشور التضخم بالنسبة لظاهرة التمر، يعني ملي كيوقع الزحف ديال هاد الكتلتين هادو القاريتين أو انغراز ديال صفيحة تحت صفيحة أخرى وهذه كتبقى كتحرك في هذا الاتجاه، فدائما كتجمع عندي داك الرواسب سواء المحيطية مع القارية فكتجمع وكتشكل ما يسمى بمنشور التضخم. هنا عندي منشور تضخم فيه بشكل كبير الرواسب المحيطية التي كانت تعلو القشرة المحيطية، دونك هذا المنشور التضخم ها هو كاين حاضر هنا. هنا عندي الرواسب المحيطية هي نفسها اللي من بعد ملي كتبقى تجمع كتعطيني ما يسمى بمنشور التضخم. كتلاحظوا عندي هنا قشرة قارية، عندي هنا الرداء العلوي وعندي هنا القشرة المحيطية. إذا قلنا أنه كيتم انغراز القشرة المحيطية تحت القشرة القارية لآسيا، هنا عندي القشرة القارية للهند، هنا عندي القشرة القارية لهضبة التبت أو لآسيا، إن هضبة التبت كتنتمي إلى الصفيحة الأورو أسيوية أو إلى القارة الأسيوية، ها عندي قشرة قارية، قشرة قارية، رداء علوي، حتى هنا عندي رداء علوي. إذا هنا عندي القشرة القارية اللي كتنتمي للهند وعندي الرداء العلوي، إذا القشرة القارية مع الرداء العلوي تعطيني غلاف صخري قاري. هنا عندي القشرة القارية اللي كتنتمي إلى آسيا وعندي هنا الرداء العلوي
ديال هاد الصفيحه هادي عاوتاني. اذا حتى هما بجوج غيعطيوني ما يسمى بغلاف صخري، لان قلت لكم سابقا ان الغلاف الصخري تيكون هو الرداء العلوي، يعني داك الجزء الصلب من الرداء العلوي زائد القشره القاريه او القشره القاريه والمحيطيه معا. عندي هنا قشره محيطيه، عندي قشره قاريه، عندي رداء علوي. اذا هنا عندي ما يسمى بالغلاف الصخري رقم واحد. هنا عندي عاوتاني قشره قاريه، عندي قشره محيطيه، وعندي الرداء العلوي. اذا عندي هنا غلاف صخري رقم 2. اذا كيتم انغراز القشره المحيطيه لبحر التيتيس او محيط التيتيس تحت القشره القاريه لاسيا. هاد العمليه ديال التمر هذه كيف ما كتشوفوها دائما كتكون حسب مستوى بنياف. اذا كيتم التمر ديال غلاف صخري محيطي تحت واحد الغلاف صخري قاري. هذا عندي غلاف صخري قاري لان عندي قشره قاريه وعندي رداء علوي. اذا هذا الغلاف الصخري المحيطي غادي تتمر ليا او ينغرز ليا تحت الغلاف الصخري القاري ديال اسيا. هاد العمليه الانغراز هي ممثله هنا بهذا السهم هذا اللي تيبين عمليه الانغراز. عاده عمليه الانغراز ديال غلاف صخري محيطي تحت قاري اشنو اللي تيسبب لينا في مناطق ديال التمر؟ كيسبب لينا في ظهور بؤر زلزاليه تتموضع حسب مستوى بنياف، تيسبب لينا في ظهور براكين او بركانيه عنيفه، تيسبب لينا في ظهور صهاره اونديزيتيه اللي غادي تبرد في العمق وتعطيني بلوتونات الكرانوديوريت، واللي غتبرد على السطح وغتقدر تعطيني الاونديزيت. اذا نفس الشيء داكشي اللي كيوقع في ظاهره تاع التمر هو نفسه اللي غنلاحظو هنا، غير هنا هذا المستوى ديال بنيوف ما يكونش اكثر حده، وبالتالي داك البؤر الزلزاليه ما غاديش تكون عنيفه، هذوك البراكين حتى هي ما غاديش تكون عنيفه، يعني كتكون عندي ضعف في البؤر الزلزاليه وتيكون عندي ضعف في البركانيه، ولكن غادي تكون عندي صهاره، لان الصهاره تنتج عن ماذا؟ الصهاره الاونديزيتيه من تجي. عمليه انغراز القشره المحيطيه تحت هاد القشره القاريه غادي نوصلوا لواحد الضغط معين، واحد العمق معين، وغادي يوقع لينا ما يسمى بالانصهار الجزئي ديال البيريدوتيت. البيريدوتيت هي الصخور اللي كتشكل لنا الاستينوسفير. هنا عندي الرداء العلوي ولكن راه كاين تحت منه الاستينوسفير، دونك هنا راه عندي هاد القشره المحيطيه راه كتنغارز حتى كتوصل الى الاستينوسفير، دونك كتنغارز فواحد العمق معين، كتوصل لواحد الضغط معين غادي تمارس عليها، واحد الحراره معينه، فغادي اتوصل لنا لواحد الظروف اللي غادي تخلي لنا هاد القشره المحيطيه تحرر الماء. ملي غيوقع تحرر ديال الماء من الصخور تاع القشره المحيطيه غادي تكون عندي ظروف ملائمه باش يوقع لي الانصهار الجزئي ديال صخور البيريدوتيت ديال الاستينوسفير اللي كاينه تحت هذا الرداء العلوي الصلب. غادي يوقع لي الانصهار الجزئي، غادي نحصل على صهاره. اذا ها الصهاره هنا راه تشكلت لي صهاره، هاد الصهاره عندما تتبرد في العمق غادي تعطيني بلوتونات الكرانوديوريت، وملي غتوصل الى السطح غادي تعطيني الاونديزيت. دونك داكشي اللي شفناه بالنسبه للتمر كنلاحظو هنا، غير كتكون عندي هنا ضعف ديال البؤر الزلزاليه على مستوى بنيوف غتكون ضعيفه، والبركانيه حتى هي غادي تكون ضعيفه، الشدود الحراري حتى هو تيكون عندي ضعيف، ولكن وجود ديال صهاره اونديزيتيه غادي تكون اكيد عندي موجوده باش كتبرد في العمق كتعطيني بلوتونات كرانوديوريت، ولا طلعت الى السطح غادي تعطيني ما يسمى بالاونديزيت. هادشي في المرحله الاولى. دونك المرحله الاولى عندي فقط غير الانغراز ديال القشره المحيطيه، وعندي ما يسمى بنشوء صهاره اونديزيتيه، وعندي ما يسمى بوجود الكرانوديوريت او بلوتونات الكرانوديوريت، نقدر نوجد عندي على السطح ما يسمى ب الاونديزيت او صخور ديال الاونديزيت. دائما هادشي عندي على مستوى الهضبه ديال التبت اللي كتنتمي الى اسيا. ثم غادي يكون عندي الظهور ديال موشور التضخم. هادشي كله اللي هضرنا عليه كيميز لينا منطقه التمر او كيميز لينا ظاهره ديال التمر. دابا غادي نمشيو الى المقطع الثاني اللي غادي نشوفوا فيه شنو بقيه الاحداث اللي غادي تحصل لنا على مستواه. بالنسبه للمقطع الثاني كتلاحظوا ان هذا التيتيس او بحر التيتيس او محيط التيتيس ما كنوجدوش في هذا المقطع. هذا موشور التضخم ها هو زاد على، يعني اصبح عنده علو اكبر. هنا عندي هاد الرواسب نتاع الباليوزي بقى كاينه حاضره،
عندي الرواسب المحيطية مازال كاينة حاضرة، بلوتونات الكرانوديوريت هي كاينة لأن كانت عندي في الأصل صهارة أونديزيتية عطاتني بلوتونات الكرانوديوريت، مي غطلع على السطح غتقدر تعطيني الأونديزيت أو صخرة أو صخور تاع الأونديزيت. شو الاختلاف ما بين هذا المقطع وما بين هذا المقطع؟ هذا عندي هنايا القشرة المحيطية ها هي كتنغرز أو منغرزة، لأن هنا راه صافي انغرزت، وهذه حركة ديال الانغراز ديال القشرة المحيطية تحت القارية ديال. في الملاحظ ما بين المقطع الأول والمقطع الثاني كيتواجد على مستوى هذه القشرة المحيطية، هنا كانت عندي القشرة المحيطية كيتم الانغراز ديالها، هنا عندي قشرة محيطية انغرزت يعني ما بقاش عندي الانغراز ديال هذه القشرة المحيطية. هاد الحركة هذه كتبين الانغراز، ولكن هنا غادي يتوقف الانغراز ديال هذه القشرة المحيطية. علاش؟ لان المحيط اللي كان عندي موجود هنا اللي هو محيط ديال التيتيس قد انغلق تماما، ما كايناش هنا، ما موجودش هنا، المحيط غائب، اذا المحيط هنا اختفى. وعندما يختفي المحيط هذه القشرة المحيطية هذه كيتوقف عن الانغراز، لان اصلا المحيط تم اختفاؤه او تم انغلاقه. وبالتالي ملي غادي يتوقف الانغراز ديال هذه القشرة المحيطية لانها اصلا اصبحت منغرزة تحت هذه القشرة القارية، كتلاحظوا معايا هنا واحد الجزء من القشرة المحيطية. اون فوا غادي يوقع توقف ديال التمر او الانغراز ديال هذه القشرة المحيطية غادي تظهر عندنا ما يسمى بظاهرة الطفو. كما شفنا سابقا بالنسبة لسلاسل ديال الطفو، كان عندي تمر ضم محيطي ومن بعد تم حجز التمر او توقف التمر وظهرت ظاهرة ديال الطفو. نفس الشيء اللي كنلاحظوا هنا، هذه القشرة المحيطية هذه توقف تمرها، وهذا الجزء هذا من هذه القشرة المحيطية اصبح يطفو القشرة القارية بالنسبة لآسيا. اذا حتى هنا وقع لنا ما يسمى بالتمر الضم محيطي، وهو اللي على اثره تم كسر هذه القشرة المحيطية، جزء تمر كاملا وجزء من هذه القشرة المحيطية طفى فوق هذه القشرة القارية. لان عندي جزء مطمور وعندي جزء سوف يطفو، هذا الجزء الذي سوف يطفو هو الذي سيصبح منحصرا بين القشرتين القاريتين وغيشكل لي ما يسمى بالخياطة الأوفيوليتية. اذا لاحظتوا هنا معايا كل ما كانت كتنغرز هذه القشرة المحيطية، كل ما كانت كتنغرز راها كتجر معها القشرة القارية. هانتوا لاحظوا معايا هنا القشرة القارية في كانت الحدود ديالها، شوفوا معايا هنا القشرة القارية فين وصلت. نمروا الان الى المقطع الثالث واللي غادي يشكل لنا المرحلة الثالثة باش نقدروا نلاحظوا الفرق ما بين هاد المقاطع هذه، لان كل مقطع كيبين لنا واحد المرحلة معينة بواحد الاحداث معينة. دلنا خدينا هاد المقطع هذا، هي كيف ما كتلاحظوا معايا هذه هي القشرة القارية ديال الهند. اذا القشرة القارية الهند نلاحظوا معايا هنا القشرة المحيطية ما بقتش موجودة، لان صافي تم انغراز القشرة المحيطية، تم اختفاء المحيط وانغلاق المحيط، بقات لي غير القشرة القارية بالنسبة للجهة اللي في كاينة الهند، وعندي القشرة القارية بالنسبة للجهة اللي كاين فيها آسيا. شو اللي كيحصل هنا في هذه المنطقة هذه؟ كيف ما كتلاحظوا هنا قشرة قارية للهند تصادمت مع القشرة القارية لآسيا. إذن هنا فين كيوقع لنا التصادم أو التجابه بين كتلة قارية تنتمي لآسيا وكتلة قارية تنتمي للهند. هاد الأسهم اللي كتلاحظوها هنايا كدل على وجود فوالق، لأن هادو من التشوهات التكتونية اللي كنوجدوها في معظم السلاسل الجبلية الحديثة. إلا لاحظتوا معايا الموشور ديال التضخم كيفاش اصبح الشكل ديالو، هنايا كيفاش كان وهنا كيفاش اصبح، يعني الموشور ديال التضخم والتي تدفع من هاد القارة الهندية كيتدفع باتجاه القارة الاسيوية، دونك وكياخذ هاد الشكل هذا لان تيولي مرفوع على القارة الاسيوية اللي فيها داك الهضبة ديال التبت. نفس الموشور ديال التضخم الرواسب المحيطية وبقية الرواسب القارية كلها كتجمع على هذا المستوى هذا اللي هو المستوى ديال التلاقي او ديال التجابه او التصادم ديال الكتلتين القاريتين. اذا كتبقى عندي محبوسة او منحصرة بين الكتلتين القاريتين وكتكون مدفوعة باتجاه ديال هاد الكتلة القارية لآسيا، لان الهند تتحرك باتجاه آسيا، تالي كتدفع فعليا هاد الموشور ديال التضخم وهاد الرواسب البحرية بهذا الاتجاه هذا.
ثم عندي هنايا الاوفيوليت او الخياطه الاوفيوليتيه اللي من بعد غادي نحصلوا على خياطه اوفيوليتيه عن طريق هذيك الاجزاء من القشره المحيطيه التي طفت فوق هذه القشره القاريه لاسيا. اذا وهنا في النهايه ديال المطاف صافي تشكل سلسله جبال الهيمالايا. لاحظتوا معايا هاد النقط هذه المتقطعه كتبين على ان هذا المنشور ديال التضخم وان هاد الرواسب اللي كانت هنا راه كان عندها واحد العلو اللي هو كبير، يعني ان السلسله الجبليه كان نورمالمون غيكون عندها علو اكبر، ولكن بفعل عوامل تاع التعريه وديال الحث اللي هما مثلوها لينا هنا بهاد خطوط متقطعه تيخلي هاد السلسله الجبليه تاخذ واحد العلو معين في غياب هاد الاجزاء هادي اللي غادي تمشي عن طريق عوامل ديال التعريه والحث. اذا بالنسبه للرسم الاخير صافي هو اللي تيشكل لينا المرحله الاخيره واللي كتبين لينا على انه بتوالي، لان دائما داك الضغوطات وداك الحركه التكتونيه اللي من هنا ومن هنا دائما داك الحركه تاع التقارب دائما كتبقى حاضره وكتبقى موجوده. اذا مع استمرار هاد الضغوطات وهاد الحركه ديال التقارب ديال هاتين الصفيحتين غادي نحصلوا على ما يسمى على هاد المنشور ديال التضخم وعلى هاد الرواسب البحريه، وغادي تظهر لنا تراكبات غادي تظهر لنا تراكبات، تراكب ديال الجبهي والتراكب المركزي اللي شناه سابقا، وبتزايد هاد القوى الانضغاطيه وهاد الحركه ديال التقارب اللي غادي يحصل هو ان هاد الصخور هادي غادي تتعرض الى التشوه، يعني غادي يبان عندي فوالق، غادي تبان عندي طيات، غادي يبان عندي تراكبات اللي شفناها سابقا هنايا كاين تراكبات، هاد التراكبات هادي اللي كتبقى تظهر عندي. دونك هاد الشيء كله هو اللي غادي يعطيني ما يسمى بهاد السلسله الجبليه اللي غادي نحصلوا عليها هنايا في نهايه المطاف، وغادي يرفع ليا هذيك الكتل الصخريه وكنحصلوا على ما يسمى بسلسله جبال الهيمالايا. بهذا نكون قد انهينا مع سلاسل الاصطدام وانهينا مع السلاسل الجبليه الحديثه. اذا كان عندكم اي سؤال ممكن تخليوه في التعليق وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله، والى فيديو قادم باذن الله.